عموما انت قلت بلي تعزف البيانو الله يبارك. صح، شحال عندك وانت تعزف البيانو؟ عامين تريبونس. كنت كان عندي بيانو بون، حطيت كنت نلعب انا فوق كرسي، شغل حطيت كرسي وكنت نلعب فوق كرسي فوالا، ما كنتش نلحق البيانو. مي بون هاك بشويه بشويه تعلمت عند شيخ اسماعيل فركيوي اللي نحيوه شيخنا وربي يطول في عمره ان شاء الله. امين ان شاء الله. وشويه بشويه وليت تحب اكثر البيانو، شاركت المسابقات. لو بيانو سي ما باسيون، انا كنت ندير موندولين مي ما كنتش نحبها بزاف، كنت نحب بيانو. بيانو سي ما فري باسيون، كنت نموت عليه. الله يبارك. خصوصا ريتاج كي تجتمع الموهبه ولا الهوايه مع الحب ما يحصل الابداع، ونشوفوا حاجات كما ايمن الله يبارك وزهره، حاجات جميله جدا. شوفيهم تدخل الصوره على طول. وابداعوا لاي هو اللي اهله باش يحوز على المرتبه الثانيه وطنيه في مسابقه اشبه الثقافه. تقدر تحكي لنا على هذه التجربه، على المشاركه ديالك وعلى الفوز ديالك؟ Je me baladais sur Facebook. J'ai vu l'annonce de Wizaret Tharafa ou le Founoun. J'ai demandé à mes parents. Ils ont accepté. Donc, j'ai fait une vidéo. J'ai fait un استخبار سيكا مع مقطوعة تاع شيخنا مصطفى اسكندراني ربي يرحمه. حتى تكاليفيت. بعد عيطوا لي في التليفون قالوا لي اروح تاسيستي لو فيستيفال. بون جي اسيستي الفيستيفال كرموني الحمد لله، وجي اوبتوني دوزيام بري على شان ناسيونال الحمد لله. مبروك عليك، برافو. ايمن نزيد نسقسيك، هل حييت من قبل حفلات كامله كعزف البيانو؟ نعم ما حييت. بون جست في حفلات في القصبة، في سيم حفلة أندلسية، وما هو نجس لي شانتيلي. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. واليوم راك منور قناتنا ومنور برنامجنا بحضورك معنا.